والآل كلمة اختلف فيها هل أصلها أهل، فقلبت الهاء همزة، والهمزة والهاء بينهما التكافؤ في الإبدال، فكثيرا ما تقلب الهمزة هاء والعكس، كقول عنترة لهنك من عبسية لوسيمة على هنوات كاذب من يقولها، وقول الآخر ألا يا سنا برق على قلل الحمى لهنك من برق علي كريم، لهنك معنى لإنك. وقيل بل الآل أخص من الأهل، فالأهل هذا اسم يطلق على زوجة الرجل وعلى أقاربه وعلى من حوله من الناس، أما آل فلا تضاف إلا إلى العاقل من ذوي الشرف، وهذا هو الذي يجعلها أخص من الأهل، فلا تضاف إلا إلى العاقل. يقال أهل الدوحة أو أهل كذا، لكن لا يقال آل الدوحة، لأن لغة آل لا تضاف إلا إلى العاقل، ولذلك آل أخص من أهل. فاسم البلد، البلد ليس عاقلا لكن يضاف إليه أهل ولا يضاف إليه آل. وقد ورد في شعر العربي إضافة آل إلى الخيل، كقول الشاعر من الجرد من آل الوجيه ولاحق تذكرنا أوتارنا حين تصهل. من الجرد من آل الوجيه، الوجيه فرس، الوجيه هو الوجيف بالهاء والفاء، فرسان معروفان. من الجرد من آل الوجيه ولاحق، لاحق أيضا فرس مشهور، وكان السباق بينه وبين الغبراء سببا في الحرب بين عبس وذبيان التي سميت بحرب داحس والغبراء، وكان لا أقصد هذا داحس، لاحق كان من مشاهير الخيل أيضا معروفة. و إضافة آل إلى الوجيه ولاحق تدل هي من إضافتها إلى غير العاقل، ولكن العرب يشبهون بغير يشبهون بالعاقل الخيل والطير والأصنام والطلول، شبهوا بمن حوى عقولا الخيل والأصنام والطلول وكذلك الطيور أيضا. فالطير ربما الأسند إليها ضمير العاقل، ضمير العاقل المختص به، قد قال فيه أحد النحويين ثلاثة العاقل من والواو هم، فهاك تأليفا ببيت بشطر قد نظيم ثلاثة العاقل من والواو هم، هذه تختص بالعاقل، من في الاستفهام والشرط والموصول مختصة بالعقلاء، مقابلها ما لغير العاقل، والواو واو الجمع فهي مختصة بالعقلاء، وهم أي ضمير ضمير الجمع مختص بالعقلاء الجمع المذكر، فلذلك يطلقون ما يختص بالعاقل على الطير، كقول الشاعر نظرت إلى سرب القطائد مررنا به فقلت وقلبي بالهموم قرين، وكذلك قول الآخر أسرب القطاه من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير، أسرب القطاه من يعير جناحه تاب من للطير. وكذلك الخيل كثيرا ما يطلقون عليها ما يختص بالعاقل، والأصنام أيضا كانوا يخاطبونها بذلك، وكذلك الطلول المنازل كقول عنترة يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، وكقول النابغة يا دار مية بالعلياء فالسندي أقوى طال عليها سالف الأمد، فيخاطبونها خطاب العاقل. ومن ذوي الشرف، فآل لا تضاف إلا إلى ذوي الشرف، كآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل عباس وآل علي وآل عقيل وآل جعفر إلى آخر الأحاديث التي وردت في هذا.